أولا شكرا جزيلا على تلبة الدعوة لهذا اللقاء اللي سيكون صب على يعني مسألة مهمة نحن يعني اهتممنا بها كثيرا ولم يعني لم يتم إحداث النقلة اللي تحتاجها الجامعة. نحن اليوم هو ما هو اجتماع رسمي، هو لقاء تشاوري وأيضا الاطلاع على بعض الأفكار، ولكن العنوان الأساسي هو أن هذه الجامعة وهذه المؤسسة بما لديها من إنجازات وبما لديها من إمكانات وبما تحتويه من رؤية ومن يعني مشروع ومبادرة، هناك قصور كبير في إيصال حقيقة هذه المؤسسة للعالم الخارجي. يعني خارج أسوار هذه الجامعة كثير من الناس يعتقدوا بأنها هذه جامعة خاصة ومؤسسة مثلها مثل مؤسسات كثيرة. كثير من الناس اللي زاروا الجامعة، وهذه تكررت يعني تكاد تكون باستمرار، كل من يزور الجامعة يقول كنا نسمع عنها بأن يعني في مستواها وفي قيمتها وفي كذا، وكنا مسرورين من يعني من سمع ذلك، لكننا يعني لم ندرك أنها بهذا يعني بهذا القدر. لم تبرز حقيقة هذه المؤسسة للعالم الخارجي، مش بين العالم يعني الآخرين ما مش عارفينها، وكل من يعني يحتك بها أو يشوف ما تم إنجازه وما تحقق في هذه المؤسسة يندهش ويقول أنتم مقصرين، قصرتم كثيرا في يعني في إظهار حقيقة هذه المؤسسة. طبعا في عنصر أساسي مهم أن نحن يعني هي صحيح جامعة خاصة ومعتمدة على نفسها يعني بما يدفع من رسوم دراسية، ولكن هي يعني فلسفتها لم تكن يعني مشروعا ربحيا ولا يعني محاولة لإيجاد فرص استثمار وفرص عمل، لا، هي مشروع وطني، وفكرة في أساسها أن الفشل في تحقيق التغيير المطلوب في الجامعة العامة كان هو الدافع إلى إنشاء هذه المؤسسة. وما حدث يعني كثير من الناس لا يدرك حقيقة يعني النقلة اللي صارت في الجامعة، خصوصا يعني في استراتيجية التعلم وفي تطويرها والابتعاد عن التلقين والتحفيظ، وفي إحداث نقلة في يعني في تطوير المناهج وفي تحديثها وفي يعني الوقوف على وأيضا في يعني استحداث تخصصات جديدة مش معروفة يعني، ومهم جدا إن إحنا نعرف المجتمع بها بيش يتم قبولها، لأن إحنا توا الآن ممكن خرجنا 4 أو 5 دفعات من المثل، يعني أعطيكم في مثال معلوماتية صحية، يعني هذه الأجانب يقولوا badly needed، هذه يعني في حاجة ملحة لها، ولكن لأن المجتمع مش مدرك لأهمية هذا التخصص فما فيش حد مهتم به. يعني لو كان فيه فعلا إدراك بأهمية دور المعلوماتية الصحية وكيف ان العالم بدا يعني يتغير يعني الى الديجيتال فورم، يعني الرقمنه في كل شيء وفي الخدمات، ده ما عادش قاعد فيها اجهزه تحليل ولا اجهزه اشعه ولا دار تشتغل بالطريقه التقليديه، كلها اصبحت داتا، كلها اصبحت يعني بيانات، دار البحث العلمي معتمد على يعني على البيانات والمعلومات، الخدمات واتخاذ القرار معتمد على المعلومات والبيانات، سهولة الخدمة أصبحت يعني كثيرة، العالم يعني تغير، وبالتالي يعني اللي أنجز في هذه المؤسسة يعني مثل هذا التخصص ما فيش حد يندر عليه، بدوا
خريجي هذا التخصص اللي مش لاقين فرص عمل في هذا الدار يبحث على فرص عمل في اتجاهات أخرى، وهذا تقصير منا. يعني إحنا لم نبرز هذا الدور. إحنا متأكدين إن يعني وشفناها من اللي منهم قرر إنه يسافر برا لقى بسهولة فرصة عمل، لأن في طلب على هذا التخصص في العالم كله. إحنا يعني على أي حال ممكن هذا دورنا، إذا كان المجتمع مصر على التخلف نحن دور مؤسسة أنه لابد أن تحدث هذا التغيير، لابد أن يتغير. إحنا يعني مرات مقصرين مش بس التعريف بالتخصصات ولا حتى بدنا، يعني نحن صحيح في حملة موجهة، يعني قررنا أو لم نقرر كمجتمع يعني ضد القطاع الخاص، والنظرة إلى القطاع الخاص بأنه استغلالي وبأنه دهي وبأنه يعني التعريفات اللي كانت متبعة والثقافة السائدة، فالناس ما عندهاش ثقة في دهي. واجهتنا هذه الصعوبة في البداية لما كانوا الناس يعتقدوا بأن هذه المؤسسة هي ربحية ودارينها ناس بشي يتربحوا منها ويحسنوا من مستواهم ودار، لكن هذا ثبت العكس تماما عندما بدأت المخرجات تشتغل في المستشفيات وبدوا يطلعوا برا وبدوا يحققوا في تميز. يعني احنا عندنا ثقة تامة وقناعة كاملة بأن أهم موارد هذا البلد هي عقول أبنائه، إذا ما يعني استثمرنا فيها الاستثمار الحقيقي ده. فنحن في يعني مش بس يعني إظهار حقيقة هذه المؤسسة، لأن إحنا مطالبين بإحداث تغيير في المجتمع، تغيير حتى في العقلية في 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 دار، وهذا مثلا دار الجامعة متبنية يعني في استراتيجيتها خدمة المجتمع والبيئة، ويعني تتبنى في أشياء يعني من ثقافة لعمل تطوعي ل يعني أعمال خيرية لأعمال يعني تربوية، متبنية لأن يكون في منهجها كل واحد لازم ما يتخرج لين يدرس تفكير الناقد، لين يدرس يعني أخلاقيات المهنة، يدرس هذين مسائل يعني جوهرية. إحنا يعني في قصور عندنا في أن إحنا نظهر هذه الحقيقة باش نخلي الآخرين يغيروا من النظرة السلبية هذه، وأيضا العدائية يعني هذه تولد في العداء. إحنا في تحدي كبير منذ إنشاء هذه الجامعة، وإحنا يعني تكاد تكون الدولة والحكومات المتعاقبة تشتغل ضدنا، الناس اللي يعني اللي مش فاهمة تشتغل ضدنا، الآخرين اللي لا حول لهم ولا قوة، وهذا مش 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 خطأهم وخطأ خطأ الدولة أنها ما وفرت لهم فرص مثلاً من إحنا أبنائهم يقروا، واخذين موقف من الجامعة يعني يقول لك والله أنا أولادي منش قادر نقريهم في 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 الجامعة، وبالتالي هو حتى نفسياً عنده موقف عدائي من 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 هذه المؤسسة. رغم أننا نحن بالعكس مرات نحن خدمناه بأن خففنا العبء على الجامعة العامة اللي قاعدة مكتظة، نقصنا من الدير، هو مثلا ابنه ما قدرش يقري عندنا، لكن لما مش غادي لقى يعني الوضع أفضل. مرات نحن نكون مؤثرين في المؤسسات الأخرى أنه نساهم في تطويرها وفي تحسين أداها، وأنه يبدأ فيه خلق نوع من المنافسة، يعني مش كل شيء بتاع لما يقول مثل الدير العام شكل ظناها خلاص هذا دائرة الدولة وهذا دائرة هي، والدولة هي اللي تخدم وهي اللي تشغل، وبالتالي معاش فيه خيار لدير. هذا القصور يتوجب أن نحن نقف عنده بصراحة، لابد أن يتغير، وما يحتاجه من إمكانات، ما يحتاجه من أفكار، ما يحتاجه من قوة بشرية، من إمكانيات فنية، لابد أن نوفره، لأن نعتبر فيها ليس فقط دفاع عن المؤسسة ومسألة حمائية، هي مسألة تنويرية ومهمة جدا في إحداث تغيير في المجتمع وإظهار حقيقة هذا الجهد. يعني الجهد اللي يبذل لابد أن يظهر. العالم الآن يعني في تخصصات كثيرة زي ما قلت لكم في الهيلث انفورماتكس، لما نجول للفارم دي أصبحت يعني جزء أساسي في
التغيير في مفاهيم الخدمات كيف انها تقدم. في ناس كثيرين مش مستوعبين جامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية كيف فيها هندسة وتقنية معلومات في إدارة أعمال في إدارة. يعني لابد أن الحقيقة هذه تضح. وفي اللي مش عارف أن فيها التخصصات هذه، يعني لما جي يقول لك والله الجامعة الدولية لا هذه بتاعة طب ودير ما فيش تخصصات الثانية. هي صحيح تاريخيا احنا بدينا في المهمة الأصعب، يعني من السهل أنك أنت تدير تخصصات الإنسانية والاجتماعية والأخرى والإدارية. الطبية تحتاج إلى إمكانات أكثر تعقيداً وأكثر كلفة وأكثر دار، وبديناها بالدار لما نجحنا فيها وأحدثنا تغيير في نمط واستراتيجية التعلم ودار، لقينا أن يعني هذا التغيير يسري على التخصصات الأخرى، وبالتالي لابد أن نحن ندار. ومدام عندنا إمكانية أن نحن نحدث هذا التغيير فليكن. وأصرينا على أن الاسم يبقى، يعني ما نش زي ما هو ساير في المجتمع كل يوم بمسمى جديد. أنت قدام العالم كل مرة طالع باسم. أنا شاهد عصر، شاهد عيان على جامعة العرب الطبية مثلا لما تشكلت وقعد يعني الاسم لكي يمرر في للجامعات الأخرى وللمؤسسات الأخرى ومنظمة الصحة العالمية والإداء بشي يستوعبوا ذلك، خذت منا جهد كبير. وأصرينا أن مجلة جاريونس الطبية تستمر بنفس الاسم رغم أنها هي جامعة العرب الطبية. بعدين ردوا من جديد وقعدت جاريونس والتقت العرب الطبية، وبعدين ردوا العرب الطبية. يعني هذا التغيير في الاسم خلق أزمة حقيقية مع العالم الآخر، معاش قاعد يتفاهم مع دير. يعني فيه شهادات تخرج طلبة يجن لمؤسسات زي الجنرال ميديكال كونسل في بريطانيا ولا والدبليو اتش او ولا في أمريكا ولا في أي مكان. لما تجي شهادة يقول أنتم أين جامعة، يبحث عنها يقول الجامعة هذه بمسمى آخر. بدير قصة سببت ربكة شديدة. لا، نحن الأسم والشعار معتمد خلاص. احنا شوفوا العالم، الامبريال كولج بدات كولج صغيره الان واحده من البيجست يونيفرسيتيز في العالم، يعني واحده من اهم الجامعات واكبرها في العالم، مازال اسمها الامبريال كولج. الام اي تي ماساتشوست انستيتيوت اوف تكنولوجي بدا بمعهد، هو معهد بتاع مازال اسمه ام اي تي رغم انها جامعه الان فيها كل التخصصات. فمرات في أشياء كثيرة يعني إن تجد واضحة للعيان محتاجينها. ونحن يعني بصراحة وجدنا أنفسنا مقصرين في الإعلام، مقصرين في التسويق. ولا أتحدث على التسويق بأن إحنا نبون نبحث على أعداد أكبر من الطلبة. نحن مشكلتنا بأن نحن محرجين مع يعني المئات من الطلاب اللي يبوا يدرسوا في الجامعة ومش قادرين نقروهم، لأن احنا ملتزمين بالجودة وبالعدد. يتقدموا 300 ناخذ منهم 50، يعني ما هوش مفهوم تجاري، ما هوش مفهوم دار، لكن احنا مصرين على الجودة. فنحن محتاجين ل يعني تطوير آليات التسويق، ليس لغرض يعني استجلاب هذه الدار، لكن محتاجين إلى تسويق الأفكار، محتاجين إلى تسويق المفاهيم، محتاجين إلى تسويق الدار وتغيير العقلية. وإحنا يعني بصراحة صحيح يعني جامعة مؤسسة علمية أكاديمية مهتمة بالتعليم وبالبحث العلمي وبخدمة المجتمع، ولكن أيضا هي يعني جزء من الحراك اللي ساير في هذا البلد، ولابد أن نكون مؤثرين فيه. احنا لا يمكن نكون متفرجين. مؤسسات الأكاديمية ما هيش يعني إبراج عجية زي ما يقولوا ولا حاجة طرف ودار ويحكوا غار على العلم ودار. لا، كان العلم لا يسخر ولا يستخدم لإحداث تغيير في المجتمع فلا معنى له. وإذا كان هذه المؤسسات ما هيش في المقدمة في المواجهة، الفرونت لاينرز هي اللي تواجه هذا التخلف وتحدث هذا التغيير، فنحن راهو منغمسين في كل شيء بما فيها السياسة. لابد أن نحن ندير طبعا يعني مش كجامعة ولكن كمؤسسة ترعى رؤية وتساندها وتستخدم في آليات أخرى لإحداث هذا التغيير. ما فيش قدامنا خيار، يعني نحن
رؤية هذه المؤسسة أن أمام تحدي لابد أن يعني نكون في مكانة مرموقة على مستوى إقليمي، لابد أن نحن يعني ننافس الجامعات المرموقة والمتقدمة. إحنا ما نش في باب أن ننافس ما هو موجود، هذا للأسف يعني في حقيقة الأمر يعني مستوى متدني. إحنا مش هذه المنافسة، إحنا ما نش منافسة مع الجامعة العامة، ما نش منافسة مع المؤسسات الليبية الأخرى، تمنوها ترتقي، تمنوها تبدأ حتى أفضل منا، لكن منافستنا مع الآخرين. ولذلك يعني سامحوني في الإطالة، أنا هذه المقدمة مهمة لابد أن ندركها، ونحن بدينا نتحرى في من يمكنه المساهمة في هذا التطوير، سواء كان في الإعلام أو في العلاقات العامة، التواصل مع الشرائح المختلفة، سواء كان في التسويق، هذه كلها مسائل مهمة. نعم يعني جل وقتنا، ممكن لنا 15 سنة توا على هذه الطاولة ونناقش ودار في استراتيجية التعلم وفي التعليم وفي البحث وفي مش عارف ايش دار. الموضوع هذا منش عطينا اهتمام، صحيح مكلفين بعض الناس فيه، وفي عندنا أزمات تصير، يعني مناشط كثيرة لا تبرز، أشياء كثيرة ما تطلعش. يعني حاولنا أن نحن نستوعب الصعوبة، مثلا ما هي سهلة، لكن يعني شايفين، أنا أعطيكم مثال يعني في الإعلام، أحداث مهمة ونشاط ومناشط مهمة جدا حدثت في هذه الجامعة، يعني يجوا القنوات الفضائية والدائر نطلبوا منهم يجوا، طبعا في الغالب ما يجوش، لكن لما يجوا يصوروا انترقبوا في أن هذا الخبر سينزل، مؤتمر علمي في نشط دائر، حلقة نقاش مهمة، انتوقعوا بأنها تطلع، نجوا نلقوهم دائرين مناشط لا قيمة لها، يعني مش إقلالا من قيمتها، لكن مقارنة ب يعني بحدث مهم. واحد يوبر في نخل، جايبين ودارين على دوكيومنتري ودارين يعني مسألة، شنو الإضافة، شنو الحاجة الجديدة، شنو الحاجة اللي استرعت الانتباه، وخبر مهم ولقاء مهم ولا نشاط مهم في نفس الوقت، وجيت تصورته وما بتش تدره. ممكن جزء منها هي هذه الـ يعني النظرة والثقافة السائدة والحاجة ده، ما نشعر، أنا ما نشعر معناها أن نحن في مواجهة يعني واقع سيء، وفيه عندنا يعني قصور في التواصل مع الآخرين وإقناعهم بدنا. إحنا تفاجأنا بال 218 بدأت تتبث في مش عارف كم تابعتوها، حلقات متاع تفكير الناقد، ما هي متاع الدكتور نجيب، كويسة، لكن في الأساس هي ما كانتش مديورة وما صورتش وما لم تخرج على أساس أنها تكون للبث في قناة فضائية. هي اندارت لأنها في الكوفيد 19 والطلبة مع يعني ما يجوش للدار، اندارت باش تسجل للطلبة في استخدام مصطلحات علمية، دار هي الأسلوب اللي اتبعت فيه، حتى التسجيل بتاعها كان لهذا، ما كانتش ب يعني بالمفهوم بأن هذه ستبث في قناة فضائية، لكن باهي بثوها، كان ممكن تكون أفضل من هيك، لكن على الأقل دراها. كانت مفاجأة لنا، لأن نحن كنا وباستمرار يعني نواجه في الحقيقة بينهم يتجاهلوا فينا، يتجاهلوا في النشاط علمي، يتجاهلوا في أن ما فيش حد أول. إحنا من 2009 نطبقوا في استراتيجية التعلم الحديثة، ما عاش فيه تلقين وتحفيظ، والطلبة هم يعني الركيزة الأساسية وهم المحور بتاع العملية التعليمية. ثورة حقيقية صارت في التعليم لأول مرة تصير في ليبيا من 2009 لعن توا، ما فيش ولا قناة ركزت على هذا الموضوع واهتمت به، ما فيش حد جاء قال والله يراهو المناهج اللي تدرس في الجامعات أصبحت out of date، وقام ما عاش تنفع، طرق التدريس اللي تستخدموا فيها ما عاش تنفع، ما هيش داري. يعني احنا توا في طلبة الجامعات، أنا نتذكر في 2006 كانوا 300,000، أو بالتأكيد نص مليون قاعدين يقروا في دش كلام ما عاش يفيد،
يعني ديما نقولوا فيها الطلبة اللي على المقاعد توا هذوم بيخدوا 40 سنة الجاية. 40 سنة الجاية هذه مختلفة تماما على دينا. ما فيش ولا واحد جاء وثق هذا الكلام وقال راهو آلية التعلم الذاتي المرشد من خلال بحل المعضلات راهي تتكون من كذا وكذا، وجوا صوروها واهتموا بها وقالوا هذا أهم استثمار لهذا البلد وأهم ثروة حقيقية لهذا البلد هي في عقول أبنائه، ونحن كيف نقدر نديرها. ممكن نحن مقصرين بأن نحن مرشد، لكن أيضا راهو بيشتفهموا أن العالم الآخر هذا اللي فيه مسخرة قنوات فضائية و صحف ومجلات ومثقفين وخبراء وأكاديميين ومش عارف شنو دير كلهم، للأسف لما نشوف من هذه الزاوية إذا كان ما أهم شيء في هذا البلد ممكن يحدث نقلة فيه هو التعليم وتطويره وتحديثه، مش مهتمين به. العياط كله على توزيع الثروة على مش عارف شنو على فلان دار، على يعني تصريحات ولقاءات تافهة من يعني من سياسيين والله من دار هي ما لهاش أي قيمة على الإطلاق، وحوارات ومش ومسيبين لب الموضوع التقدم والدار اللي صار في العالم ما فيش حد يحكي فيه، نهضة حقيقية ما فيش حد مركز عليها. أنا حازة في نفسي لأن هذا المشروع يعني فعلا هذا هذه يعني نقلة كبيرة ومهمة أنا أعلمها تماماً، لأني أنا يعني كنت رئيس جامعة في 86، أنا مسكت عميد كلية، مسكت رئيس جامعة، يعني شفت كل هذه الدار، وفي كل في خلال هذه المراحل هذه كلها يعني مهتم بهذا الموضوع وعارف دار. هذه النقلة اللي صارت في هذه الجامعة لم تحدث إطلاقاً في أي مؤسسة أخرى في ليبيا، برغم ما يصرف من المئات الملايين في الجامعات الأخرى. أنا كنت رئيس جامعة قريونس ميزانيتي 60 مليون، ما قدرتش ندير اللي درناه في هذه الجامعة لما بدينا ب 2,600,000. الفارق مش في الفلوس ولا في الميزانيات ولا في دينا، لكن في الناس اللي لديها الرغبة في إحداث تغيير حقيقي اللي احنا ننشده. على اي حال احنا يعني الحمد لله يعني هذه الجامعة بما لديها من فريق مميز، بما لديها من رؤية، بما لديها من نظام، يعني ما فيش لا تكلمنا عن ذلك مئات المرات وصرحنا بها ودرنا خبر واستخدمنا الوسائل المتاحة فيسبوك مش عارف شنو تويتر، وقلنا راهو في هذه الجامعة بدين الآن مشروع بتاع إدارة العمليات process management، هذا النظام الأحدث واللي مطبق في مؤسسات قليلة جدا على مستوى العالم، وهذا هو يعني في 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 نظام إدارة الجودة هو الدين. في حد جاء حكى معك وسألك والله دورك والله قال لك شنو هذا المشروع والله أنتوا شنو قاعدين تديروا والله الشغل اللي قاعدين تشتغلوا فيه هذا وين يودي؟ مش أنا مش مهتمين بمسائل ليس ذات قيمة، لكن على أي حال نحن في المواجهة، نحن يعني نعمل ما يمكن أن يحدث القيمة. القيمة الحقيقية اللي ممكن تحدث التغيير احنا يعني متأكدين ان نديروا فيها، ومحتاجين الى تضافر جهود. الامكانيات راهي ممكن توفر، لكن البشر اللي لديهم يعني الرغبة الحقيقية في انهم يساهموا في احداث نهضة حقيقية واللي لديهم الخبرة والقدرة هذا هو اللي ينقصنا. وبالتالي احنا رانا مركزين خلال هذه الفترة على تكوين الفريق اللي يقود هذا العمل من أجل أن يبرز هذه الإنجازات ويوجه التركيز بتاع الناس على ما هو مهم، ما سيبقى. المجتمع يعني ما هوش محتاج إلى ما هو دائر الآن من حوارات ونقاشات مش عارف إيش، ونطلع الفترة فلوس ولا نطلعوها قمح ولا ديروا مش رز ولا ديروا كلام تافه هذا اللي تلقى كل الحديث حوله، ما فيش حد يحكي على القيم وعلى الاخلاقيات ولا على مسألة التفكير الناقد وتغيير العقليه والذهنيه، ما فيش حد يحكي عليها. وراهم يعني لا يمكن ان نحن يعني نظلم الناس العاديه اذا كان من هم في المؤسسات العلميه والاكاديميه مش مهتمين بهذا الامر، إذا كان من هم في جامعات ومؤسسات ومعاهد عليا وخبراء ومراكز بحثية ودير مش مهتمين بهذه الأمور.
أنا كيف بنلوم واحد خطيب جامع والله واحد متاع دارم علي تحال؟ أنا مش نطيل، لكن أنا متأكد من أن الفكرة هي بأن إحنا أمام تحدي، وحاولت إني نشرحها. إحنا اليوم تأجلت كم مرة، لكن حنسمعه من المهندس عبد الرحمن بعض الأفكار، وحنسمعه منكم جميعا. يعني حنخلقوا حكي حوار حول هذا الموضوع، وبالتأكيد يعني أستاذ جابر نور يتأسف لأن عنده، طبعا حيكون جزء من هذا الفريق، عنده حالة وفاة فاضطر أن يكون خارج بنغازي، لكن أنا متأكد من أن نحن إذا يعني ركزنا في بناء الفريق اللي يهتم بهذا الموضوع، وحتى لو سخرنا له ميزانية ولو وفرنا له إمكانيات مش حتكون ضايعة، بالعكس هي مش حتخدم بس المؤسسة، يعني حتخدم البلد وحتساهم في إحداث النهضة اللي إحنا نحلم بها. يعني بالرغم من الظروف البلد يعني سيئة ويعني ومؤسفة، ولكن نحن لا نفقد الأمل، عندنا شعور بأن يعني دائما نقول فيها ليبيا الواعدة، يعني مستقبلها واعد إذا ما يعني فعلا اشتغلنا بالطريقة الصحيحة. في التقديم بتاعي أنا بنبدأ من 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 تركينا نوعا ما بعيدة شوية، يعني مش حنبدأ في صلب الموضوع على طول. نحن نحكو على مركز إعلامي في جامعة، تمام؟ ننسوا هذا كله ونبدأ معكم بشكل سريع. هذن علامات تجارية للأغلب معروفة من مجالات مختلفة، لما بحثوا فيهن كل حد يشوف علامة يخطر عليه الموضوع نفسه. مثلا تويوتا كلنا نعرفه أن هي سيارة ويعني بجودة كويسة، ماكدونالدز مطعم معروف منتشر في كل مكان. الشيء هذا نبغى نتساءله نحن، مثلا ليش لما نشوف علامة تجارية أو شركة نطلع نعرفها، بس أنا عمري مثلا في الشركات هذنا كلنا تلقى ناس يعرفوهن ما عمرهم جزروها ما عمرهم شافوهن وعندهم انطباع. هو هذا صلب الموضوع اللي نحن نبغى نحكي فيه اليوم، نبي نعرف نكون نعرف حاجة ومرات ما عمريش شفتها أو ما عمريش حتى لمستها بيدي، ولكن جانا انطباع منها كويس. هندير معكم تجربة بسيطة، لما نشوف الصورة هذه ونسألك نوع السيارة، شو ممكن في سرك تسمي؟ ممكن مرسيدس، بي ام، اودي، ثلاث أربع شركات معروفة ما تقدرش تطلع منها لما تشوف الصورة هذه، تمام؟ نشوف الصورة الثانية هذه، أول خيار حيجي في بالك الآيفون، واضحة. ممكن سامسونج، ممكن هواوي، بس حتختار ثلاث أربع شركات مش حتطلع منهم في خياراتك. صورة كيف هذه حتتجه لمنو؟ كونتاكي، كي اف سي بالضبط هذا. فحتتجه أنت بروحك تشوف صورة حتتجه لشيء معين. لكن لو نرجع بيكم بشكل سريع، ما فيش علامة تجارية هنا، بس أنت اللي مشيت، يعني ما فيش حاجة وجهاتك. هنا ما فيش علامة الأبل، بس تلقى روحك متجه للأبل. هنا ما فيش كي اف سي وتمشي للكي اف سي. الفكرة من الموضوع أن زي شركة الأبل ومرسيدس، هذن الصور اللي يعطن الإيحاء للشركات هذين، لما نجو نشوفه هنا ثلاث علامات تجارية من مجالات مختلفة. يعني لو أنت مهتم بالسيارات تكون منطقي، يعني أنك أنت تعرف المرسيدس، لكن أنت مهتم بالسيارات مستحيل تكون شخص متعمق في الإلكترونات ومتعمق في الأكل. يعني أنت تلقى روحك تعرف حاجات من مجالات مختلفة وما لكش مهتم بهن مرات. الجامعة أو الجامعة الدولية مفروض في رسالتها والمركز الإعلامي ما يكونش موجه بس للأكاديميين والطلبة والأساتذة والدكاترة، حتى البشر العادي اللي ما عندهش أي اهتمام ممكن يكون مش متعلم بكل، لازم أنا نمشي له، لازم نوصل له زي ما داروا. هضم بسيطة يعني كويس. اللي نبغى نركزوا عليه، كل شركة لها أربع أو خمس حاجات معروفة به، زي مثلا كي اف سي أفضل قطعة دجاج عالميا، خلطة سرية لا تقاوم، أسعار يعني تعتبر ما هيش عالية، فروع في جميع أنحاء العالم، ومتأكد لو نديروا نحن استطلاع رأي يطلعوا في ناس يعرفوها وما عمرهمش مشوا لها. مرسيدس سيد الطريق، تصميم مش عارف إيش، الأبل ثقة وأمان وكواليتي عالي. باهي لو نسألوا الناس اللي يقولوا على الحاجات هذين هيك، لو نتعمق معنا نقول له كواليتي متاعها عالي، شو معناها؟ مرات ما عندهش إجابة، بس هو وصل له اللي الشركة تبي توصل له. يعني مثلا أربع خمس نقاط معروفة حيكون الشخص يعرفهم
وهو مرات حتى مش ضليع فيهم. تمام؟ لو نسأل الليبيين مثلا، خلونا توا على صعيد محلي، تمام، ونوري صورة كيف هذه، حيتجه باله للجامعة الدولية أو لا؟ كويس؟ لو شفنا طالبة مبسوطة في مكتبة وإضاءة وتحس يعني نوعا من الحياة العلمية المثالية، هل حيتجه تفكيره للجامعة الدولية أو لا؟ الهدف الرئيسي متاعنا أن لما نشوف صور كيف هذه من غير ما نحكو يقول لك جامعة دولية، اللي هي بيئة مثالية، تعليم ممتاز، مناخ جيد، أي شيء متعلق بالإيجابية التعليمية أو حتى المجتمعية لازم يتجه تفكيره للجامعة الدولية، وزي ما الشركات الأخرى تديرها. تمام؟ بس الموضوع هذا له أساليب. بين احنا أوكي اتفقنا على الرؤية هذه، اتفقنا أن احنا نبغى نوصل لكل بني أدمين ويكونوا يعرفونا، وعندنا 4-5 نقاط لازم يكون المعروفات. شركة زين، تمام، شركة اتصالات، نتمنى أن في كم ناس في سر معرفوها. شركة زين شركة اتصالات كويتية لها فروع، انشهرت في الوطن العربي بشكل غير عادي، انتشار رهيب، بس ما انشهرتش بسعر الدقيقة متاعها كم، ولا من صاحب الشركة، ولا كم رأس مالها، انشهرت بالإعلانات الرمضانية، أغاني في رمضان كل سنة في السنة ينزلوا في أغنية ولا أغنيتين بس فقط. شوفوا حجم الشغل ما هوش كبير، سنويا ينزلوا في عمل يحكي على أحداث اللي صارن في السنة. الشركة طارت، انعرفت، يعني نقول لك أنا في أماكن ممكن يالله فيه النت ويعرفوا شركة زين. هذا أسلوب ممتاز جدا يتبعوا فيه، اللي هو مش التعبير المباشر. يعني أنا لو شركة الصلاة نسوق بحاجة عاطفية، نحكي على أحداث، نوصل للناس يحوشينهم، هذا أسلوب. عندنا دولة الإمارات، بنوا أبراج، داروا أكبر نافورة وأكبر برج وأكبر وأكبر وأكبر، بس حسوا أن هم ما زالوا ما وصلوش في الوطن العربي يعني بشكل ناعم، كل شيء أن هم يتباهوا ومش عارف إيش وكذا. داروا في رمضان برنامج اسمه قلبي اطمئن، غيث، مش عارف، مفروض أن الأغلب يعرفوه، غيث، حتى العلم هنا ديرينا صغير دولة الإمارات. التجربة هذه جميلة، مش أن هي للإمارات يعني هذا أمر يخصهم، لكن الفكرة أن هم قدروا يصنعوا شيء ما هوش مباشر وعاطفي، وصلوا به رسالتهم أن نحن دولة قوية ونحن نساعده ونحن واقفين مع الناس ونحن بشر. يعني الرؤية اللي بيوصلوها وصلوها عن طريق شيء اجتماعي بسيط. باهي، السؤال اللي يطرح نفسه لأن معروفات الأسئلة الستة، كيف، من، أين، متى، ماذا، ولماذا، هذنا لازم نحن يكون عندنا إجابتنا واضحة وبسيطة كجامعة دولية. من طبعا، من نحن كجامعة دولية، أين نحن، وين واصلين توا، باهي نحن من اللي نقوله فيه وين قاعدين فيه بالضبط، متى، أمتى حنوصلوا للأهداف. لازم ما ينحط أن نحن راو في سنة معينة نكون التوب، في سنة معينة نكون وصلنا للخمس نقاط هذين، ماذا، شنو نقدم، نحن ليش قاعدين، ليش دايرين جامعة، ولماذا، طبعا حتى هي تكملة، لماذا، ماذا نقدم وليش نديروا هكي. أوكي، عشان نديروا الكلام هذا اللي نحكوا فيه، أنا مسميها المرحلة المبدئية، يعني كل شيء له بداية باش ما يكونش الموضوع كبير ويتفرع. أول نقطة هي الاحتكاك بالشخصيات المؤثرة ودمجهم في مجتمع الجامعة. في شيء حنشتغل عليه اسمه مجتمع الجامعة، اللي هو غير التعليمي والغير تعليمي، لازم يكون مجتمع عشان تقدر توصل للناس وتوصل رؤيتك، لازم يكون مجتمع. وتو نقول لكم ليش حنسموه مجتمع. العمل على إنتاجات إعلامية وتوصيلها لأهم القنوات التلفزيونية، لازم الجامعة تنتج هي مادتها، مش كل حد يجي يصورني أنا ويسوق لي بنظرته هو، ما ينفعش. يعني يجي حد يقدر يسوق الحدث اللي أنا دايره بطريقته هو، ياخذ منه كلام معين، يوجه الكاميرات شخصيات معينة، هذا كله يسبب مشاكل. المفروض أن الجامعة تسوق هي رؤيتها، تجي قناة تلفزيونية تغطي براحتها، بعدين أنا نسوق المادة متاعي بحيث ما يتناسب مع رؤيتي اللي نبي نوصلها للناس. تواصل مع الكليات والتعاون معها لتحفيز الطلاب الراغبين في انضمام المركز الإعلامي، هو هنا تطبيق لكلمة مجتمع. لازم يكون المجتمع هذا مكون من الناس اللي في الجامعة، هم اللي ينهضوه، الطلبة، الأساتذة، الموظفين، الدكاترة، كل حد لازم ما يكون جزء من المجتمع هذا باش تنطبق عليه كلمة مجتمع. أبرز أهم نقاط القوة في الجامعة مثل الطرق التعليمية الحديثة والبحوث والمؤتمرات، هذا لازم يبرز، وتو حكى عليه الدكتور محمد. أوكي، نقاط لفاتهم باش نشتغلوهم ضروري ما يسمى كل بند فيهن حملة، عشان لها بداية ولها نهاية، كل حدث حيصير باش نطلقوه أو نشتغلوا عليه يسمى حملة. بشكل سريع بكل نحددوا الأهداف، نحن شنو بنديره
وندرسه إمكانية تنفيذها. يعني لما نقوله شيء ما نتخيلوش نقوله هل هذا ممكن أو غير ممكن، ينتقل بعدين لمرحلة التنفيذ، بعدين تطلق الحملة أو الحدث اللي نبغى نطلقه، بعدين ندرسه. هو كل شيء ما هوش معصوم من الخطأ، حيكون فيه حاجات فيه النجاح وحاجات فيه فشل، أو نقدر نقوله مش نتائج متوقعة، فلازم ندرسه ليش صار الكلام هذا ونتفادون في اللي بعده. بعد 5 حملات تقريبا أو 6 هيكون عدد التقصير يعني أقل. في بحثت والله في كم جامعة سواء دولية أو إقليمية عربيا، لقيت كل حد يشتغل بطريقته. ما فيش مثلا 10 نقاط سحرية تخلي المركز أو تخلي الجامعة تكون التوب، كل حد يشتغل ببيئته بالطبيعة الناس اللي معه. فالحاجات اللي اشتركوا فيهم واحدة منهم هو التفاعل اللي هو المركز الإعلامي، ما يكونش عبارة عن أنه أرشيف يغطي وخلاص، لا، هو اللي يكون الحدث، هو اللي يكون الإطلاقة منه، هو يقترح يدير يصنع الأحداث، ما يكونش عبارة عن أنه يطلع في مادة وخلاص. الإنتاج، الاعتماد الكلي على الإنتاج الذاتي للمركز، لازم تعتمد عليه نفسك، وقال تو الدكتور لازم الجامعة تعتمد عليه نفسها، اللي حد من برا مش هيخدمك. ثالث شيء هو التطوير، حتى هي أنك تلف في نفس العجلة ما ينفعش، يوم اللي تصدر فكرتين ثلاثة ضروري ما تستغنى عليهم وتطلع حاجة أقوى منهم، تشوف رد الفعل وتطور. التطوير طبعا يكون في كل شيء، يكون في البشر ويكون في المواد ويكون حتى في الأفكار. أوكي؟ مجتمع الدولية، في حاجة في التسويق اسمها فومو اللي هي fear of missing out، هذه يشتغلوا عليها لين نهار اليوم، ممكن لها 4 أو 5 سنين طلعت بعد ما انتشرت السوشيال ميديا في البشر، اللي هو الناس اللي تعتقد ان هي ما هيش في مكان معين معناها فاتها الدنيا كلها. هو هذا تسويقيا ضروري ما نشتغلوا عليه، هي حاجة يعتبروها نفسيا ما هيش كويسة، ولكن التسويق استفاد منها خلاها شيء ممتاز للتسويق. كويس، هنوريكم فيديو هنا. فكرة لما انت تدخل السوشيال ميديا مثلا وتفتح هتلقى بوسترات لاصحابك هم محتفلين، تلقى حد مسافر في جزيرة في هاواي، الفيلم جديد نزل والدنيا كلها تحكي عليه. هذا نحكي لكم في الفومو توا، ليش شنو مسبباته. فانت هنا يصير لك اللي هو الفومو fear of missing out، تبدا انت تقلب في تليفونك وتقول كيف الناس هذوما كلهم معقولة حياتهم سعيدة للدرجة هذه، بي انا كيف يصير فيه تو، لان قعد الموضوع سهل، عباره انك تشوف حدث معين تصوره وتنزله، فاصبح انك تعرض اشياء ايجابيه بشكل سريع وكثيف واجده، فتكثر عليك الحياه بتاع الناس الاخرى او هو المجتمع اللي انت تبي تشوفه، وتعتقد ان انت حياتك ابيض واسود، انت مالكش كيف الناس، انت كئيب، انت فاتك واجد، انت قاعد راقد في الحوش وما تدير في شيء. الفومو نقدر نستفيد منه في مجتمع الجامعة، يعني احنا نحكو مجتمع الجامعة لما نسوقه له صح، الطلبة او الاولياء الامور او الشخصيات اللي احنا نستهدف فيهم بنوصل لهم ان راهو جامعة دولية. انت لو ما كنت جزء منها، مش لازم انك تقرا، لو ما كنت جزء منها حتى تنتمي لها بس شعوريا، انت فاتك واجد، انت اللي خاسر مش الجامعة الدولية، انت اللي فاتك واجد، وانت اللي قاعد تحكي في حاجة اتمنى انك تكون فيها. تمام، عندنا الجمهور المستهدف اليوم، من الناس اللي حنستهدفهم في المواد الإعلامية والحملات والكلام هذا؟ جمهور داخلي وجمهور خارجي. الداخلي فيه الطلبة اللي هم موجودين في الجامعة، الموظفين وأعضاء هيئة التدريس والمؤسسات الشركة اللي قاعدين تتعاون معها الجامعة. الجمهور الخارجي هم الطلبة واللي هي الأمور والمؤسسات التي نسعى لفتح روابط معهم. 2 من الجمهور ضروري ما نخاطبهم، هم 2، هم 2 مهمين. أنا يعني دراسة بسيطة بس ان طلبة مثلا بنتوجهوا لهم او بنوجه رسالتنا لهم، هم من 17 لـ29، اولياء الامور واصحاب النفوذ الذاتي اللي هم المستقلين، الجمهور المحتمل اللي هم غير اصحاب التعليم، اصحاب المصالح هم المؤسسات اللي نحتكوا بهم، والمؤسسات الرقابية اللي هي التعليم، هذوما كلهم لازم نوجه لهم الرسالة، لان كل حد له جانب معين تحتك به الجامعة، ضروري ما يفهم شنو الجامعة وشن اهدافها ولازم يوصل لها صح. هذا كله طبعا ما يكونش من مركز اعلامي بس، هو منظومه، مركز اعلامي جزء من العلاقات العامه.
العلاقات العامة ضروري ما تشتغل مع المركز الإعلامي، وفي شيء اللي هو التشبيك والربط في العلاقات العامة اللي هي الديرة توصل الرؤية. لما نحدد رؤية معينة بصريا أو إعلاميا ينتج من المركز الإعلامي، بس ما اللي يضمن أنه هو وصل للأشخاص المعنيين؟ هو العلاقات العامة ضروري، ما هو اللي يراقب، هو اللي يعطيك رد الفعل متاع الناس، راو هنا لقيتهم عارفين، هنا لقيتهم مش عارفين، ضروري ما يكون في تواصل. وطبعا جزء منه كبير هو التسويق. أوكي، كل رؤية ولها محدودية معينة. نحن لازم نشوفه، نحن لو نبو نطاق داخلي محلي نشتغل عليه، لأن الرسالة تختلف بكل. نشتغل على وطني يعتبر في ليبيا بالكامل، برضو له خط سير معين. إقليمي معناه نبو نحتكه عربيا أو دولي، حتى نشوفوا جامعات برا مراسلتهم، نشوفوا نحن وين معاهم، نشاركوا في مناشطهم. يفضل طبعا يكون تدريجي، كل حملة لازم توجه وبعدين تكبر، ما نبدوش على طول مثلا بحملات كبيرة. الرؤية المستقبلية ما يكون مركز الإعلامي بعد ما يقدر يدير الكلام اللي قلناه هذا كله، يوصل رسالة وخلاص انت بدأت توصل أفكارك وتوصل رؤيتك والرأي العام يعني بدأ يفهم بالضبط شنو الجامعة الدولية، لازم يكون بعدين مركز الإعلامي مستقبلا يكون مركز إعلامي متكامل حقيقي، يعني اللي هو انتاجات مشتركه يكون مع وزن بوزن شركات اخرى برا قاعده تشتغل، يدير معهم تعاونات، ينتجوا انتاجات مشتركه للتلفزيون، ينتجوا لمنظمات اخرى. لازم يكون في رفع كفاءات طبعا، كل سنه لازم يكون في تدريب، يكون في، لان نفس المجالات الاخرى الاعلام كل سنه يتطور او خرب بالشهور حتى مش بالسنين. توفير عناصر مركز الاعلام امكانيات مكانيه وماديه اللي هي حكى عليها حتى الدكتور، انه هو لازم يكون متوفر له مناخ كويس يقدر يطلع فيه بيئه مناسبة. أوكي، استقطاب وتضمين الطلبة من جميع الكليات والانضمام عشان نحققوا قصة المجتمع متاع الجامعة. أوكي، هذلنا طبعا المنصات اللي المفروض يتعامل مع المركز الإعلامي ويغطين بالكامل. الراديو ضروري ما تكون أنت متوفر فيه، السوشيال ميديا الإنترنت تكون متوفر، التلفزيون والصحف لازم تكون أنت جزء منها، لازم تكون مواكب. وشكرا. نعم، الآن في التغيير اللي حدث في الجامعة بتغيير هيكل التنظيمي وإداري للجامعة، بأن احنا ربطنا ما بين التسويق والعلاقات العامة والإعلام، يعني هذه الثلاثة سميناها إدارة الاتصال، هذين حيشتغلن وفق يعني مش بس تنسيق ولدين رؤية ومع يعني بمشاركة مجلس الجامعة يعني نحدث هذا التغيير. طبعا بالتأكيد يعني الجامعة في بداياتها لا نستطيع ان يعني نلقي باللوم على انفسنا ونقول والله فيه تقصير، كان يعني كان امكانياتها محدودة، وتعرضت الجامعة خلال هذه الفترة يعني من 2011 الى يومنا هذا الى محطات كثيرة يعني اثرت في الدولة واثرت في دير واثرت فينا احنا بيش نكون ده. لكن الآن وصلنا إلى مرحلة اللي لا يجب أن تؤجل في هذه المهام. وصلنا إلى مرحلة اللي لابد من أن احنا نسخر الإمكانات ونوفرها من أجل يعني نجاح هذه المهمة، وهذا التحدي يعني هو مش يعني مش أقل من ذلك. ولذلك أنا نقول بأن احنا يعني فعلا كان عندنا قصور، أسباب متعددة. الآن يعني يجب أن يعني تخلص من كل هذه العوامل التي تشد للوراء. إحنا نبغى ننطلق وما فيش خط رجعة، ولا بد أن نوظف الإمكانيات المتاحة. شكرا جزيلا المهندس عبد الرحمن. إحنا طبعا يعني هذا كلام يعني يثلج الصدر، إن إحنا فعلا يعطينا الثقة بأن هذا التوجه هو في الإطار الصحيح. ويعني زي ما قلت انت يعني missing out، انا ذكرتها قبل، قلت بان فيه من اتخذ موقفا سلبيا لانه مش قادر يكون جزء من الجامعه، وهذه حقيقه. يعني احنا يعني لما يكون فيه يعني وضوح للصوره عند الجميع، اعتقد ان يعني التوجه ده. احنا منذ تاسيس الجامعه الى يومنا هذا دائما يعني نعبر عن وجهة نظرنا في علاقتنا بالآخرين وخصوصا بالدولة،
نقوله في كلمة مأثورة يعني مستمرة أتمنى أن نتخلصوا منها، نقول لهم ما نبو منكم شيء بس اتركونا في حالنا وكفوا أذاكم عنا. احنا يعني نحن للأسف يعني الأذى لم يتوقف. واحدة من الإجراءات اللي يعني حتساهم في أن الآخرين يتقبلوا ما تحدث، وحاجة أخرى يعني ما يقال عن أعداء النجاح أن لما يكون فيه نجاح أو فيه ناس حيقفوا ضده ويحاولوا أن يفشلوه لأسباب كثيرة، يعني بعضها نفسيا وبعضها يعني ما هو حد. هؤلاء أيضا نحطوها في استراتيجيتنا أن نحن يعني لا يمكننا أن نتوقف عن النجاح لكي نرضي الآخرين اللي هم ما يعجبهمش النجاح، يعني بدأ نذهب في هذا المسير. فإذا كان في حد عنده تعقيب على ما ذكر الفترة الماضية، يعني بدينا نسأل في أنفسنا بس ما استطعناش نجاوب على بعض الأسئلة، لكن نسأل في أنفسنا على كيفية الانتقال إلى مرحلة أخرى تؤدي الغرض اللي حكيت عليه حضرتك. أنا نصور يا دكتور بأنه إحنا دول الآن في انطلاقة كويسة، فهمت؟ فيها كومبينيشن من عناصر كانت متفرقة وهي تخدم تقريبا قريبة لنفس الغرض، إن كان في public relations ولا في الميديا وإلا في التسويق. يعني محتاجين نحن إلى هذا العمل يقعد منظم، والحمد لله يعني تو الآن بدأ الانستيتيوشن اللي بداية يثبت. الآن نحن على المرحلة المهمة، نحن طبعا في الأنشطة بدينا نديره في نموذج مهم، هو مش مدير إدارة ولا مدير وإلا عميد وهذه، هذا هم مهمين، لكن الأهم من ذلك هو الكور الآخر اللي بدينا نستخدمه فيه، استخدمناه نحن في 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 المجتمع ومستخدمته حضرتك دكتورة واضية، اللي هو مجموعة التفكير الملتصقة بالنشاط. هذه رأيي أساسية جدا، فهمت؟ أنا نقول بأن في نهاية هذا اللقاء يا دكتور إذا كان خرجنا بمجموعة تفكير فيها هالعناصر اللي هو المجموعة اللي نحن شايفينها بأنا هي والكري عون، لأن حتى اللي يبدأ إكزيكتيف يبدأ يأخذ في المادة منهم هم وفي الفكر منهم هم ويطبق تطبيق بسيط واحد بس في خدمة المجتمع وهذه يعني. لكن الفريق اللي يشتغل وراه جماعة اللي هذا نجيب ما نجيب وجماعة هم يشتغلوا في 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 ديز، فهمت؟ عشان يقدموا في المادة. ولهذا أنا نقول خرجنا من هذا الاجتماع اليوم إن شاء الله، فهمت؟ بفريق صغير، فهمت؟ نعرفون إن هذا هو فريق ال think tank، فهمت؟ اللي هي تبي generate new momentum في الموضوع اللي يتعلق بالإعلام في الماركتينج في الرياضة وتوسطها. أنا أقول حاجة واحدة أخرى أيضا يا دكتور أثبتها البرزنتيشن هذه، وهو اللينك ما بين ال information technology والإعلام، فهمت؟ إحنا طبعا هل الفترة الماضية هذه بدينا حتى نسأل في أنفسنا في إطار كلية الاي تي، فهمت؟ هل هناك فهمت جزئية في داخل الكلية، فهمت، من الممكن أن هي توجه أكاديميكلي، فهمت، تتعلق بالإعلام والتكنولوجيا، فهمت، بحيث أن هي تصدر يعني تنديروا فيها حاجة رأنية. فبدينا نناقش الموضوع ونقول أن هالانطلاقة الجديدة هذه مرتكزة أساسا على هذا الموضوع اللي يتعلق بالإعلام. زي ما قلنا هو فعلا الموضوع في غاية الأهمية، محتاجين فعلا أن احنا نشتغلوا على التسويق والإعلام. كانت من بداية الجامعة زي ما قال دكتور محمد كانت يعني اجتهادات شخصية وآراء مختلفة من هنا ومن هنا، معتمدين على إمكانات أشخاص وبساطة، لكن أنا أعتقد أن الآن الموضوع أصبح يتخذ وجهة نظر أخرى مختلفة تماما، منظم مبني على أسس وعلى قواعد أساسية علمية لها مدموجة بالآي تي وتطور الحادث في العالم. لكن أنا اللي يهمني في هذا الموضوع أن الفريق اللي بيشتغل في هذا العمل لابد أن يكون مطلع اطلاعا تاما وكافيا على السياسات واستراتيجيات وما يحدث في داخل الجامعة، لأن حتى المصطلحات ليست مصطلحات احتيادية الموجودة في هذه الجامعة
الشخص اللي كان اللي مهتم بتعليم في جامعة أخرى مختلف الموضوع تماما، في مصطلحات جديدة، فيه استراتيجيات حديثة، في أشياء ما هيش متداولة في الإعلام العادي. لما أنت تكتب حاجة حتى كتابة منشور بسيطك وتلقى فيه كلمة تعلم وكلمة تعليم مثلا على سبيل المثال يختلف الاختلاف كبير. فنحن لابد الناس اللي تشتغل في هذا العمل أن هي تأخذ فترة في الاطلاع على ما قامت به الجامعة خلال الفترات الماضية واللي ترجمت في 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 يعني استراتيجيات وسياسات وخطط. كل كلية عندها، حتى الكليات حتى الإدارات كلها عندها أشياء حديثة تتحدث بها ومصطلحات ولغة أصبحت ما هيش لغة دارجة الآن. نحن نبغى هذه اللغة تبدأ تطلع بشكل حقيقي وبشكل صحيح ودون ما تكونش فيها لغط. يعني لأن يعني مرات أنت توا تطلع مصطلح جديد تتعرض للنقد فيه، فأنت لابد يكون عندك القدرة على أنك أنت كشخص مسؤول في هذه الحملة قادر على أنك أنت توظف التوظيف جيد، تشرح الشرح المفصل اللي بفكرة تستطيع أنك أنت توصل حتى ببساطة للمستويات المختلفة من الناس. شكرا دكتور. أنا بس يعني حابة نربط نقطة مهمة، الموقع الإلكتروني للجامعة، لأن إحنا سبق من قبل وكلفنا الإعلام ورئيس المركز الإعلامي بالموقع الإلكتروني للجامعة. الموقع الإلكتروني فيه الكثير من الأشياء المهمة جدا والثابتة، مش اللي هي تتعرض للتغيير كل يوم، لكن يبي تقنين ويبي تعديل ويبي، لأن العالم كله ما يعرف إلا الموقع الإلكتروني. يعني أي واحد يبحث عنك برا في أي جامعة أوروبية يقول لك وين الموقع الإلكتروني متاعك. بالمقابل معلش اسمحوا لي، مع كل الربط اللي ربطوه بالآي تي وكذا، شفنا جامعات أوروبية في إيطاليا وفي أسبانيا يعني من أروع ما يكون طريقتهم في الديسيمينيشن للأخبار متاعهم، ولا يتعدى الديسيمينيشن تصوير بالموبايل فونز، ما جاناش واحد شايل الكاميرا في أي إيفنت حضرناه، ما شفناش واحد شايل الكاميرا. يعني كانوا الناس يصوروا الإيفنتس متاعهم بالموبايل فونز and they disseminated in their own ways بأكثر من طريقة. يعني مش معناه أنه هو هذا اللي بيرفكت وكذا، هذا كويس ويساعد أن الإنسان يتابع الأكتيفيتيز، ولكن قد يكون استخدام الكاميرات والآي تي والأشياء هذه. نهتم واجد بالموقع الإلكتروني ونحدوا موقفنا منه، لأن العالم يبحث أن العالم اللي برا أيضا، لأن هذه الصورة مش بس داخليا حتى خارجيا ينظرونها من خلال الموقع الإلكتروني. شكرا. حقيقة أثناء التصفح لفت نظري المواقع الخاصة بالجامعات السعودية ومدى تطور اللي حاصل في الجامعات السعودية. حكاية التطور هذه ما نقدرش نجزئها بواقع السعودية حاليا، يعني السعودية مشروع نيوم، السعودية رؤيتها 2030 بعد أحداث 11 سبتمبر. السعودية نشوفوا وين كان موقعها، وشوف السعودية توا 2022. أعتقد الأمر أوكل إلى الشركات العلاقات العامة، وأنا للجامعة اللي تحتاج حاليا ما هيش حملة، الحملة تبدأ بنهاية وتنتهي. نحن نبو علاقات عامة تكون مواكبة مستمرة لكل حدث ولكل إيفنت لكل تحول لكل تطور أو خطة تطوير داخل الجامعة، تكون العلاقات العامة هي اللي تسوق تحت منها الإعلام وتحت منها التسويق، وحتى خدمة المجتمع حتكون الواجهة الاجتماعية اللي تحسن الصورة الذهنية للجامعة عند المجتمع، سواء كان من المشاريع الاستراتيجية اللي قدم فيها الجامعة زي مشروع مثلا المنح الدراسية، زي مشروع مثلا الشراكات مع المؤسسات المدنية. في حاجات أخرى مثلا الموقع كيف ما قال دكتورة سالمة، يعني مرات الموقع مهم 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 في جامعات يعني أقل قدرات وأقل إمكانيات من ناحية تعليمية وكأهداف، ولكن لديها مواقع الحقيقة يعني تجدها محملة بالنماذج بالدراسات فالموقع حتى لو اضطررنا أن نشوفه حد يكون يعني مختص حتى من خارج أسوار الجامعة، ولكن الموقع أعتقد أنه هو يعكس الصورة الحقيقية والجيدة، خاصة ونحن بنسوقه شيء يعني ما هوش يعني افتراضي، نحن بنسوقه شيء حقيقي يعني، ونحن شايفين وشاعرين كلنا أنه هو مش محصل حقه يعني. وين عديت لجامعات السعودية؟ موقع؟ في موقع؟ في موقع؟
أي حد مش السعودية بس، يعني حتى لو صرفنا عليه يعني مبلغ كبير يستاهل الموضوع، لأن أعتقد هذا جزء من الصورة الذهنية، لأن في صورة نمطية مثلاً على الجامعة الدولية يعني يقول لك هذول عيال ذوات وناس مقرشين وعندهم أراد الصورة هذه، يعني الجانب البحث العلمي أو حتى المجتمع يقدم الجامعة صورة تنميط الجامعة في الكادر هذا، شبكة العلاقات العامة هي اللي مسؤولة أن هي تحسن الصورة الذهنية على الموضوع هذه، وتسليط دير سبوتلايت على المنح الدراسية على الأنشطة المجتمعية، حتى مشروع الكلينيك هذا الجديد يعني اللي بتقدم خدمات مثلا للمجتمع بأسعار معقولة إلى حد ما، فهذه الأشياء كلها أعتقد أن هي تسعى أن هي تقدم الجامعة بصورة حقيقية، ومن ثم الجامعة تقدر تقوم بدورها السياسي والمجتمعي والثقافي والإقلاقي إذا كانت بتقود المجتمع، لازم تمهد نفسها الطريق بالأدوات هذه يعني. شكرا. أنا بنعاود للاقتراح اللي قدمه الدكتور علي، وهو إنشاء الفريق الثينك تانك اللي هو زي ما نقوله يضع الاستراتيجية أو الخطوات التنفيذية للموضوع الإعلامي. طبعا لما نردوا للنظريات التسويق والعلم التسويق نفسه نجد أن أول حاجة الكاستمر فوكس هو الأساس في نظام الجودة، و والوصول إلى الزبائن. الحاجة الأخرى طبعا اللي يجب الشغل عليها والتركيز عليها في هذه الخطة هي الإيمج أو الصورة بتاع الجامعة، زي ما ورانا البشمهندس حقيقة كان عرض جيد جدا، وهذه يجب بناء الصورة أو البراند بيلدينج يجب يكون هو من الأشياء المهمة والأساسية اللي نحن نديرهم الجامعة. ما ننسوش التنافسية، competitiveness راهو موضوع مهم جدا، والإعلام له دور كبير جدا جدا في تحقيق المكانة التنافسية العالية للجامعة بين الجامعات الأخرى. يعني هذين كلهم مع بعضهم CRM أو Customer Relationship Management هذه مهمة جدا جدا ويجب التركيز عليها كجزء من الموضوع بناء العلامة والكاستمر سيرفيس ولا آخره. وشكرا. شكرا باش مهندس العرض الرائع، حقيقة أنا مبسوط جدا، وهذه ربما هذه من المرات النادرة أن يقنعني شخص يقف أمامي، فبصراحة نحب نحييك على العرض متاعك، كلامك كان مقنع جدا، البداية كانت رائعة جدا. عندي بعض النقاط نحب نناقشك فيهن وبس تقنعني فيهن أيضا. فطبعا من تجربتي في الجامعة فترة الماضية كان من أكبر المشاكل اللي واجهت قضية الإعلام واختزالة في فيسبوك، اختزالة في منشور ينزل بطريقة معينة بكيفية معينة بسيتنج مايند سيتنج معين كهي. فهذه كلها طبعا أكبر، وطرح بتاعك كان يعني كفينا ويمحى الذاكرة السابقة اللي خزنت. لكن يهمني أيضا نحب ننبه بعض النقاط، من ضمن اللغة العربية كيف تصاغ، يعني لو توصل مرحلة الصياغة تكون الصياغة ما فيش أخطاء، الهمزات، الوصل، القطع، الفاصل، النقطة، التكست ألايمنت، الأشياء بتاعت السيتنج لابد تطلع بشكل كويس بوث لانجوج، سواء اللغة العربية واللغة الإنجليزية. وعجبني ده التسلسل بتاعك لما طرحت أنت الليفلس، أي ليفل تحكي عليه، محلي، دولي، لغة، فرائع أنك أنت يعني هذه الأشياء أوريدي سبوتت يعني كويس. صياغة الأخبار كيف تصاغ الخبر بروحها، حتى هو له جانب، وعجبتني منك لما حكيت توجيه الكاميرا لأشخاص معينين، كليات معينة، إيفنت معينة، اللي يهمنا اللوجو، يهمنا الانستيتيوشن، ما يهمناش الانديفيدوالز، باهي. فهذا كلام كان رائع جدا. الموقع الإلكتروني ما شاء الله دكتورة حكات والدكتور أيضا غادي، فعلا موقع إلكتروني وخر خطوات الخلف السنوات الماضية لسبب عبارة عن شوية أشياء معينة دارنا كي لقينا روحنا قاعدين behind، كان بإمكاننا moving forward ومعكسنا حقيقة الجامعة. للأسف أن الجامعة ذا يعني حتى أثبت نفسها حتى خارج ليبيا باهي، لكن للأسف لما نجو الموقع متاعنا طراحة لا يرتقي للطموح متاعنا. الأستاذة حكته الآن على الموقع الإلكتروني، إذا كانت مؤسسة صغيرة
لكن موقع متاحة تقول هذه وين هذه؟ ولقينا هذا برا ليبيا للأسف. إني باين شيء آخر يهمني، أتمنى أن ما نعودش على صفحة فيسبوك تبقى هي الأساس. فيسبوك فيسبوك فيسبوك، الفيسبوك مش أوفيشل، راي عبارة عن حاجة سوشيال. الأوفيشل هو الويب سايت. الويب سايت لابد يكون في الكونديشنز تاعتها اللي انترناشونالي أجريد أبون، يعني ما فيناش نقاش، يكون كذا وكذا وكذا، كلها معروفة طبعا في الماركتينج لتريتشر موثقة كلها يعني باهي. فتركيز يكون على الموقع الإلكتروني. وهنا حنجو لإشكالية أخرى، قضية الهيكلية التبعية الإدارية، العلاقة ما بين الاي تي وبين الماركتينج وبين الميديا سنتر وبين الببليك ريليشنز والأشياء دي كلها. بصراحة يعني حتى في بعض الكونفيوجن لاحظتها من بدري لما وضعت السيكونس بتاعك انت مخالف للليتريتشر بتاع الماركتينج. الماركتينج واضح من بدري وين منتهي، هنا معكوسة شوية. لما جيت الببليك ريليشن هي بارت اوف بروموشن، ما يشيا توب وتحت منها بارت اصبح منها هو الماركتينج اصبح بارت من، فنحن عكسنا الماركتينج للليتريتشر العالم كله مؤمن به ويقتنم به. فهنا العلاقات العامة هي جزئية من الماركتينج وليست هي الماركتينج جزء منها، فنحن رانا عكسناها. وهنا في الماركتينج العالم كله حتى في أوثر معروف الماركتينج بيج نيم تو الأسم ما يحضرنيش، كان يقول ماركتينج is everything and everything is marketing. فتلقى روحك أنك أنت بدينا نقول عبارة عن تولز كل عندك توظفها لك أنت في الماركتينج، تجيب الميديا سنتر وتجيب الإعلام وتجيب الببليك ريليشنز وتجيب كل هذين كل تحت الماركتينج. وزي ما قال سعد قادر للسي ار ام كاستمر مانجمنت وكاستمر دريفن كاستمر فوكس، هذا كله يجي ضمن ايش قضيه هاو تو كوميونيكيت الفيجن بتاعك انت والبراند واللوجو اللي انت ما شاء الله يعني كان يعني طرحه كان رائع جدا. فاللي يهمني ايش ان هذه الاشياء تكون يكون فيها توضيح من حضرتك انت شو العلاقه بين العلاقات العامه مع الماركتينج مع ايش مع الميديا سنتر، بحيث ما يصيرش بعدين حتى بعد تبدا شغل بتاعك انت تلقى روحك دخلت في بعض الاشياء، هذا شورك هذا مش لكي هذا كذا هذا كذا، لان هذه اشياء مهمه منذ البدايه. وهذا يجيبني لجزء اخر وهو الهيكليه اللي انت جاي بتخدم بها. ايش الهيكليه اللي وضحها انت وانت انك انت بديت ولا جاي بها اليوم؟ المفروض الهيكليه تكون الى حد ما واضحه، من اللي معك ومن اللي ضدك ومن اللي فوقك ومن اللي تحتك، كلير الهاي ستراكشر يكون واضح قدامك بحيث نقدر نحن نحاوروك فيه. ياس هذه النقاط اللي عندي. اخر حاجه لي الرؤيه متاع السنتر ميديا سنتر، اتمنى ان يكون في رؤيه مكتوبه واضحه، الرؤيه والرساله والغايات والهدف تكون، ولو حتى جاست وان بيج واضحه قدامنا باش نقدر نحن نعرفوا كيف نقدر زي ما قالت الاستاذه مش مجرد كامبين، هي بهي اكبر من هيك. طبعا هو سنتر وبياخذ فيوتشر المؤسسه ياخذها من الى تعويل عليه هو كله. وفعلا زي ما قلت محمد من بدري فعلا رانا النيد هذه الاشياء. شكرا. بسم الله. انا طبعا شاكر لتقديمك وكان واضح جدا واستفدنا منه. لكن من ضمن الكلام اللي قلته ان المركز الاعلامي هو اللي يقوم بتكوين الاحداث والمناسبات وليس تغطيتها. نحن نطلع انا موقعك كعميد الا نعرف كيف نتعامل معك، فنبي تحط لنا الاليه للتعامل بيني وبينك، ولي والله اعطيني جدول الدراسي بتاعك، اعطيني امتحاناتك، اعطيني. فهذه الآلية نتمنى تكون واضحة باش نصل لتحقيق الهدف. شكرا جزيلا لك. دكتور صديق دوار معنا، شاكرين جدا ان حضر معنا. دكتور صديق يعني رجل اكاديمي واستاذ مساعد في جامعة عمر المختار، و يعني اشتغل بمجال الثقافة والإعلام وله كثير من البحوث وأيضا الكتابات والروايات اللي يعني يشهد لها الجميع. احنا متأكدين من أن هذا المزج ما بين الأكاديمية والإعلام والثقافة من الصعب أن نحن نجده، ليس بصبغة أكاديمية بحتة يعني، هي يعني صبغة إعلامية وثقافية مرتبطة بالممارسة إذا كان صح القول يعني. وأعتقد أن يعني وجوده معنا اليوم مفيد، فتحل المجال إذا كان يعني لديه ما يعقب على هذا الكلام اللي احنا ذكرناه. واحنا طبعا يعني اتمنى ان احنا يعني نستوعب في يعني لاداء هذه المهمه اللي فيها هذا التحدي يعني
قامات وخبراء وناس مختصين يكونوا في هذا المجال، لأن بصراحة شاعرين بأن يعني هذه المهمة لن تكون سهلة، ولا بد من مواجهتها بقدرات وكفاءات. وأعتقد أن يعني وجود الدكتور الصديق يعني معنا في هذا هذا حيكون مفيد جدا يعني. تفضل دكتور. أولا طبعا ألف 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 شكر على الدعوة وعلى الثقة أيضا. الواحد ما كلمكش اللي هو عنده فيك يعني، ولو بعض الثقة أنك أنت ممكن تقدم شيء. نحن نحكي على مهمة صعبة جدا، وأنا توا شفت إن هي أصعب يعني، لأنك تتكلم على مؤسسة أنت بدري مش عارف. واحد من أحد الدكتور حكيت على المنافسة، أنت مشكلتك هنا في ليبيا إنك حتى المنافسة الأكاديمية مش موجودة يعني، أنت تنافس في روحك يعني. أنا لما شفت مع الدكتور طبعا المرة اللي عقب الأسبوع اللي فات، لما شفت الجامعة وناس الجامعة أصلا، ولو أنا تخصي في التاريخ القديم يعني إحنا جماعة الآلهة وجماعة شفت إن الجامعة هذه فعلا تنافس في روحها. وممكن هذا واحد من أسباب إن فيه بعض ردود الأفعال اللي فيه اللي مش ناجح نفس المستوى متاعك، فهو بدل ما يسعى إنه ينجح زيك لا يعني يحسدك شوية على إنك. القصة تبي شغل واجد جدا، وتبي شغل منظم جدا. الكلام اللي قاله الشاب رائع جدا، وأنا دائما واحد ينبسط لما يلقى شاب يعني عندها الرؤية وعندها الأفكار. الخطاب أعتقد أن لازم يكون على مستويين. أنت لما تبي تدير لما تبي تتكلم أو تبي تخاطب عالم آخر الخارجي، نفس ما قالت الدكتورة، الموقع لازم يكون على أعلى مستوى، لأن هم عندهم موقع على أعلى مستوى. أنت تبي وتواصلهم مع النت أيضا على أعلى مستوى. راه وجود النت مش معنى ان التواصلك معه على اعلى مستوى، ممكن قاعد عندك نت لكن انت متواصل معه بشكل اسوء. فهذا الموقع بالفعل، وهذا يفرض علينا في فكره اخرى اللي هي فكره التخصص يعني، لما يندار ان شاء الله الشيء اللي احنا نتكلم عليه لازم وجود التخصص يعني. فلان ونبي منك الموقع فقط، ما لكش علاقه بالشغل الاخر. انت فلان حكى الدكتور مهم جدا موضوع الفيسبوك، مش كله مش لكن راهو انت تبي تحسن وضع الوضع هذا قاعد في اذهان الناس هذوم تلقاهم يا على الموقع هم كمستوى، يا على الفيسبوك وكمستوى اخرى، يا على انستغرام، يا على انت تبي تجيهم في كل واحد في المكان اللي هو فيه. فانت عندك في المكتب بتاعك او في الشغل بتاعك لازم يكون كل حد بتاع الفيسبوك ما لهش علاقة إطلاقا بتاع الموقع، بس أش قالي بشغلك وبشكل هذا. أنت في أي مجتمع، المجتمعات مختلفة. أنت في مجتمع في بلاد، وما نبيش نخشوا في العديد من التفاصيل، ولكن في بلاد تعاني كلنا عارفين مستوى ثقافة الناس حتى هو يعاني لوضع البلاد. فانت تبي تجيهم، انت مش هم اللي يجوك، انت تبي تجيهم على الاذاعه، تجيهم على الاف ام، تجيهم باسلوبك انت. مش ملزم انت بانك تهبط الى مستوى من انت ماكش راضي عليه، لكن في دائما مستوى وسط، وهذا كلام يعني اشتغلناه، مستوى وسط ما بين مستوى المخاطب ومستوى المخاطب. في حاجه في النص نحن نتقابل فيها انا وياك هنا حتى فهمني وحنفهمك. لما تحس اني مهتم باحتياجاتك حتى في الامور اللي هن كل يوم، حتقول لي هذا مش متكبر زي ما انا كنت كان عندي فكره، هذا راجل حسبي. ففي القصه الصحف ايضا، ولو ان شفت كم شغل هنا شغل بصراحه يشكر يعني، لكن ايضا نبو شكل آخر اللي نتكلموا نحن والناس. يبي لما يفتح الراديو يلاقينا ويلاقي حاجة لنا نحن، لما يقرأ حاجة يلاقينا. الندوة اللي حضرتك حكيت عليها كانت هي بداية الحديث، إنه الدكتور طبعا جمال
انا اشوف فيها الندوه تتبعتها بشغف يعني، لان صراحه الدكتور نجيب من شويه اللي هم يدمجوا بين الاكاديمي والادبي باسلوبه فنتبع في الندوه، وانا حاولت نتصل به الدكتور نجيب لي مده ما شفتهاش، لكن كنت بنقول له بعض الملاحظات. واخر حاجه تخطر في بالي ان الجامعه عندها علاقه بالقصه. فطبعا الدكتور جمال طبعا صاحبي، نحن رفاقه من ايام المدرسه. فلما جاني في شهر رمضان قلت له تعالي دكتور، في حاجه بنقول لك عليها، تعرف نحكوا على الاعلام بشكل عام، ما نحكوش على. ففجاني قال لي هذين عندنا، والناس اللي قاعدين قال لي هذول كلهم راهم دكاتره عندنا وعمداء كليات عند الجامعه الدوليه. قال لي وتصورت في الجامعه. قلت له هذا لو كان رئيس الجامعه حنقيل المكتب الاعلامي كله اللي قاعد عندي، ما عادش قاعد عندي ولا انا كنت نحكي على بعض ملاحظات في الندوه، بس ان كان يجب ان هو كان يسترسل الدكتور، وعنده اسلوب وعنده يعني يقدر يشدك له. ومقاطعات الحضور ورقد واحد منكم قاعد فيه والله صح يا ساتر اسمع لي، فمقاطعات الحضور انا كمشاهد نبي المحاضر نبي حتى يقرب حتى يجيني. احمد الغنائي انت مخرج عارف، عرفت عشان نقعد انا وياه عشان توصل عشان فكرته تجيني تخش انا في راسي. لكن لما تبعد علي هناك واخرى كل مره واحد يحكي، اول حاجه يشتت هو عن فكرته، يطلع من الفكره، ولما يرد عليه يرد اضعف. واخرى انا كمشاهد الصوت بتاع اللي هو ناقش اضعف، مش حيوصلني حتى شنو قال، الضيع الربع. فانا قاعد نحكي الدكتور جمال قال لي هذه عندنا، وقال لي هذه راهي اصلا مش مديوره ل 218 داخليه، باهي كيف طلعت داخليه كارثه يعني. لما نحن نحكوا بافرض نحن في الاثنين الداخليه حكينا عليه واحد او كذا معناها باهي، لكن تطلع في محطه، لا لما تطلع في اذاعه يبقى انتاج الجامعه الدوليه، يبقى علامه الجامعه. هذه الامور اللي احنا تقربنا من الناس اذا كان مش باين اللوجو قاعد فوق مالوش اي دور. لا نبي المواطن الليبي، راك انت تشوف مع مشاهد يطلع لي لازم شيء يجيني، عرفتني؟ انتاج الجامعه الدوليه عام 2022 يعني هذا خلاص اصبحت لكن لما تحط لي انا حساب اي حاجه اخرى، انا كمواطن الان كذا حاجه هكي. لكن فعلا ضح حق اللي قلت له جامعه جدا. ايضا كان يجب ان يعني ما دام يبي يطلع على 218 معناها قاعدين خدمه اخرى. فهذا كان اللي انت حكيت عليه، هي البدايه اللي حكيت انه الدكتور معلش حولت بك مع، ولكن رد اخرى ان الشغل فعلا الشغل صعب جدا، والشغل يحتاج الى يعني الى جهد، ويحتاج الى تقسيم مهام بدقه، ويحتاج الى ان كل واحد يتكلف بالشغل هذا وما لكش علاقه بالشغل الاخر. انت اعطيني شغلك هذا ونبيه على مستوى، وحنتبعك وحنشوفك وين وصلت وحنلاحظك وحنعطيك الملاحظه، لو ما مشيتش بيه اسمح لي عاد روح، عشان احنا ما فيش عندنا وقت نضيعه. هذه جامعه، وجامعه عندها ما انا شفت الاسنان، نهايه الاسنان لما في الجوله الاسبوع اللي فات انبهرت يعني، نعرف كل كليات سكرا لعدم وجود في كرسي بتاع اسنان. انا اللي شفت ان عدد هائل، وشفت الناس مواطنين قاعدين يرجعوا في الدور عشان يعني هذا هذه قصص يعني يتكلم. شفت المعامل، شفت يعني حاجه اخرى زي ما قلت لك، إن انت جامعه تنافس في نفسها، فانت فعلا محتاج انك تخش القصه هذين كلها. تبي تخاطب الاكاديمي، تبي تخاطب المواطن اللي هو العادي اللي جاي يطير في سن هذا يعني، تبي تدير عليه الشغل اصلا. وهكذا يعني، مش يعني يفترض ان الموضوع يكون يعني محسوم بتقسيم عمل على اعلى مستوى، ومش بس بمتابعه عمل. طبعا اكيد الامكانيات مهمه جدا، ولكن ايضا الرغبه
في 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 الشغل ايضا مهمه جدا. الانتقاء مهم جدا. عدم مثلا المجامله، يعني معلش انت اخفقت مره اثنين خلاص، معلش انا عندي شغل وعندي عمل اخر وعندي بالفعل يعني يكفي انكم انتم مهتمين لهالنقطه، ونشكركم بالفعل على انكم دارين هالاجتماع مخصوص. انا كنت متوقع بصراحه ان المحاضره الاعلام هو فقره منه، لكن ما كنتش انبسطت جدا ان الاعلام كله على الاجتماع، لان نحن بصراحه تعودنا حتى في المؤتمرات لما يديروا مؤتمر يشكلوا اللجنه التحضيريه واللجنه العلميه وحتى لجنه الوكال والعشوات تشكل، لما يكملوا يقولوا يا جماعه اللجنه الاعلاميه اشوف ان الشاب هذاك يجيب توجيه بالضبط، فيندار الشغل كله وما يطلعش. على فكره هذه راهي مش همكم انتوا بس، حتى في الجامعه غادي درنا مؤتمر علمي نحن تاريخي، بكل اسف المؤتمر كان ناجح جدا، لكن اللي قال لك واحد كان قاعد جوا واحد على الباب ما بيقولش لك ليش، لانهم اهملوا الجانب هذا ومشاه توه في انتهى. فممتاز جدا انكم انتم مهتمين بالقصه هذه، والاروع انكم انتم دارين اجتماع، او راني اول مره نحضر اجتماع في مؤسسه لغرض الاعلام. راهو دائما الاعلام كان في اخر الصف، وكان يلا في اعلام هيته ما فيش اعلام خليه يمشي يروح. فيعني انا اشكركم واي خدمه يعني، وايضا انا نقول وجود الشباب يعني مسعد جدا، لانه فعلا اللي قدم الشاب رائع جدا، ومحتاج الى جهد انه يعني ينزل للواقع. وواقعنا صعب، مواطننا صعب، التعامل معه صعب. المواطن اللي احنا المجتمع اللي احنا منه هو مجتمع مرتاب اصلا من غادي هيك، تحتاج الى 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 سنه انك تقنعه، لكن ممكن تخسر ثقته في ساعه. فالحكايه يعني تبي راهي يعني شغل، وربي يوفقكم ان شاء الله، وان شاء الله خير. بعض الاشياء اللي يعني موجوده من امكانات شايفينها مش مستغله، يعني لو تستغل الاستغلال الامثل حتى بامكانيات محدوده، رغم مرات تقدر تخلق منها شغل كبير. احنا فيما سبق يعني كل ما طلب منا وفرناه في حاجات ما اكتملتش، يعني احنا كان بدنا ان يعني يكون فيه مثلا استوديو متكامل وفيه كل جدار، يعني في محاوله وفي شغل اندار لكن لم يكتمل. احنا نتوقع ان مؤسسة مثل هذه المؤسسة بما فيها من قدرات وكفاءات وبما فيها من مناشط وبما فيها دار، يعني بإمكانها أنها يعني تكون مصدر للتثقيف الصحي وللتوعية ول يعني برامج كثيرة، حتى دوكيومنتريز علمية وكذا، يعني نقدر نتبناها. مرات في أشياء يعني من يعني منتجة موجودة لكنها باللغة الإنجليزية مثلا أو بالفرنسية، ودار لو إحنا ندير لها الأوديو دابينج مثلا ونوفرها يعني للدار، عمل تقدر تديره مؤسسة زي مؤسستنا. إحنا يعني ممكن توسعوا في موضوع النشر والدار، يعني ممكن توسعوا في تقديم خدمات، يعني ليس فقط لإظهار حقيقة الجامعة ولكن الدار. هذا يعتمد على استغلال الإمكانات المتاحة، يعني إحنا حنوفر إمكانات لخدمة الوظيفة الأساسية، لكن هذه الإمكانات لو توظف توظيف صحيح ممكن تقدم خدمات أخرى ويعني ينتج عنها أشياء كثيرة. إحنا عندنا ذكر الدكتور علي سعيد بدري طموح بأن احنا ننشئ تخصص جديد، لم يعني النقاش الآن هل يكون على مستوى بكالوريوس ولا ماجستير، معلوماتية الإعلامية، يعني الربط ما بين الانفورميشن تكنولوجي ووسائل التواصل وما بين الإعلام تغير، ما عادش قاعد زي زمان كاردار، يعني قاعد أصبح الآن استخدام التقنية. أفلام
كاملة تنتج، ما فيهاش ولا ممثل واحد، يعني كلها بالانيميشن بالدير. وسائل التواصل الآن يعني الناس ممكن ما عادش يسمعوا في التلفزيون وفي دير ولا عادي يتابعوا فيه، الناس يتابعوا في وسائل التواصل تويتر. لما جو يبوا يعاقبوا ترامب وقفوا عليه التويتر، هذه كانت أكبر دير. لما يعني لما تشوف تأثير مثل هذه الوسائط يعني بالتأكيد أصبحت جزء من الإعلام. وبالتالي إحنا فكرة متاعنا، وهذه يعني إحنا في حاجة إلى وجود ناس يعني متخصصة، ومرات حتى نستعينوا بخبرات دولية في إن إحنا ننشئ هذا التخصص، لأن إحنا في حاجة له. إذا استطعنا إن يكون بالإمكان إن يكون لشباب يعني على مستوى التعليم الجامعي، وإن يكون في بكالوريوس في هذا التخصص، هذا شيء وهذا يعني سينعكس على، لأن هذوم حيقد عندهم مشروعات تخرج، وحيقد عندهم تدريب، ويقد عندهم مرات وجود استوديو، وجود دائر، فليكن مرات حتى يقد عندنا راديو إذاعة ممكن، وممكن نأجروا واحدة من القنوات الموجودة نأخذ منها ساعات محددة مخصصة لنا ولنشاط طلابنا ولشهادة الدائر ولأداء الدور بتاعنا. في أشياء كثيرة ممكنة، صحيح تحتاج إلى صرف، تحتاج إلى ميزانيات، لكن مرات مش كبيرة، مرات بإمكانيات محدودة تقدر تخلق الدار وتتطور. يعني البداية تكون على مستوى معين، السنة اللي بعدها تكون بمستوى أكثر. يعني خلاصة القول بأن مسألة التواصل والإعلام والعلاقات العامة والتسويق، هذه كلها مرتبطات مع بعضهن، وهذين على سلم أولويات الجامعة في المرحلة القادمة. يعني لن نترك الأمر على أساس أن اجتهادات واللي دار يعني ونرضى بالقليل ودار، لا، المسألة ما عاش فيها مجاملة، لابد أنها تكون فعلا يعني تعدي في دورها، وإذا تم الصرف عليها لابد أن يكون في مردود. يعني مثلا ما تقعدش كي. شكرا جزيلا، أنا يعني ممتن جدا لهذا اللقاء، وإن شاء الله تكون فيه يعني إمكانية إن إحنا نشتغل مع بعضنا، وإن إحنا نخلق يعني بيش نقول طفرة، يعني نخلق فعلا يعني تغيير حقيقي يؤدي هذا الغرض ويؤدي هذا الهدف يعني.